بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك استاذة هالة وعلى كل السادة المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة العالية هي اللي مكملة معانا، ولكن الامطار اللي في جنوب البلاد على حلايب وشلاتين واسوان وابو سمبل هي دي يعني الامطار الرعدية اللي تصل الى حد السيول، هي دي اللي ممكن تكون غريبة شوية. التفاصيل مع حضرتك. بالتأكيد طبعا لو اتكلمنا عن درجات الحرارة، يمكن دايما بنقول انه خلال الشهر الحالي لم نشهد موجات قاسية او موجات شديدة في وارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة. درجات الحرارة طوال الشهر ده كلها اما كانت حول المعدلات الطبيعية او اعلى بمعدل درجة لدرجتين تقريبا. اليوم على سبيل المثال متوقع العظمى على القاهرة تكون في حدود 36 ل 37 درجة مئوية خلال ساعات النهار، لكن طبعا العامل المهم جدا الفترة دي واللي كلنا ملاحظينه الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة، وبالتالي هي دي اللي بتزود احساسنا بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة سواء خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل. يمكن خلال ساعات الليل بتكون عظمة الرطوبة اللي بنسجلها على مدار اليوم كله اللي بتوصل لاكثر من 95% على سواحلنا الشماليه، ودي بالفعل نسب رطوبه عاليه جدا. كمان الشبوره المائيه الخفيفه اللي بنشوفها خلال ساعات الصباح الباكر على شمال الجمهوريه زي مناطق من القاهره والوجه البحري والدلتا والسواحل الشماليه، وبينضم لها كمان مناطق من مدن القناه ووسط سيناء. الشبوره المائيه دايما بنقول الفتره دي ما بتقعدش فتره طويله، بتقعد بس حوالي 3 ل 4 ساعات خلال فترات الصباح الباكر. أجواء مشمسة تماما خلال ساعات النهار، طقس صيفي معتاد بنشهده خلال هذه الفترة. الرياح طبعا في أغلبها معتدلة بتنشط أحيانا خاصة خلال ساعات المساء على العديد من مناطق الجمهورية. يمكن غدا الأربعاء هيكون نشاط الرياح ده على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ممكن يكون مثير هناك لبعض الرمال والأتربة. لكن لو اتكلمنا طبعا عن الامطار الرعديه اللي شهدتها مناطق من جنوب مصر، دي طبعا حاليا فرص الامطار دي غير موجوده تماما لان الفاصل المداري اللي بيسبب الامطار دي بدا يتذبذب ويتحرك ناحيه الجنوب لدوله السودان، وبالتالي عندنا حدودنا الجنوبيه جنوب مصر كلها مستقره تماما، ارتفاع هناك في درجات الحراره، اجواء مشمسه اغلب ساعات النهار، وان حدثت هناك بعض الغيوم احيانا لكنها بتكون غير ممطره. ربما على بدايه الاسبوع القادم تشهد مناطق من حلايب وشلاتين او جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر بعض الامطار الخفيفه. احنا طبعا في حاله متابعه ليها، في حاله ثبوتها بالتاكيد هنصدر عنها بيان في نشراتنا، وبالتاكيد هيكون في تواصل ما بيننا وما بين الجهات هناك. لكن خلينا نقول انه حتى نهايه الاسبوع الحالي هتكون الاجواء مستقره تماما على جنوب مصر، وهناك ايضا ارتفاع كبير في نسب الرطوبه هناك. طيب بما ان في ارتفاع في درجات الحراره ونسب الرطوبه، ايه النصايح اللي ممكن توجهها حضرتك للناس؟ دايما بنقول ان ارتفاع نسب الرطوبه الفتره دي بشكل كبير خاصه في المناطق المغلقه ده ممكن يسبب بعض المشاكل لاصحاب الامراض المزمنه او كبار السن. علشان كده دايما بننصح خلال ساعات الليل تحديدا وايضا خلال ساعات النهار التواجد في اماكن جيده التهويه بشكل كويس، او يمكن خلال ساعات الليل بننصح كمان بفتح النوافذ للتخفيف من اثار ارتفاع نسب الرطوبه، او الخروج للمناطق المكشوفه او الحدائق العامه لان بيكون فيها بعض نسمات وهبات الرياح الخفيفه اللي سرعاتها لا تتجاوز ال 35 كيلومتر على الساعه، لكنها بالتاكيد بتقلل احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه. لازلنا بنؤكد ان درجات الحراره اللي بنسجلها حاليا وان كانت غير قاسيه، لكن بالتاكيد لما القاهره تسجل 37 درجه مئويه خلال فترات الظهيره مع اجواء مشمسه تماما ونسب رطوبه مرتفعه بنشعر بها وكانها 39 ويمكن كمان 40 درجه مئويه، وبتوصل لاكثر من 43 على محافظات الجنوب. لازلنا بنؤكد على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات الظهيرة لفترات طويلة. أيضا بنأكد على نقطة مهمة جدا، اللي بيتواجد تحت أشعة الشمس المباشرة يعني بننصحه بتغطية الجلد بشكل كامل، بلاش الملابس اللي هي نصف الكم
لان طبعا التعرض المباشر لاشعه الشمس لفترات طويله قد يصيب البعض ببعض الامراض الخاصه بالجلد. بنأكد كمان على شرب كميات كبيره من الميه والسوائل طوال ساعات اليوم سواء نهارا او خلال ساعات الليل. اكيد نصائح مهمه جدا، بنشكر حضرتك عليها دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي كده نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. متوقع القاهره العظمى فيها توصل 37 والصغرى 26، ايضا العاصمه الاداريه 37 26، الاسكندريه 35 25، والعلمين الجديده 33 24، مطروح 34 25، دمياط 32 24، بورسعيد 32 26، والاسماعيليه 38 26، السويس 37 26، والعريش 33 24، اما كاترين 31 18، وطوبه 36 28، حلايب 37 30، وشلاتين 38 29، شرم الشيخ 40 29، والغردقه 41 29، الفيوم العظمى فيها 38 والصغرى 25، وبني سويف 39 25، الوادي الجديد 42 25، واسيوط 40 25، سوهاج 40 26، وقنا 41 27، الاقصر 41 28، واسوان 43 29. دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودلوقتي هنرجع مره ثانيه لمصطفى وهبه عشان نكمل فقره صباح الخير يا مصر. اشكرك يا هلا. شكرا. شكرا جزيلا.